بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، حقيقة أريد أن أقف معكم وقفة حول شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة للعبد، فيقول القرآن: أي رب، منعته النوم في الليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه، فيشفعان. حقيقة يا شباب، أريد أن أقف معكم في هذا الشهر الكريم في محورين: المحور الأول رمضان في زمن كورونا، والمحور الثاني رمضان شهر النصر والفتوحات. أما المحور الأول رمضان في زمن كورونا، هذا العام يختلف رمضان عن غيره من الرمضانات السابقة واللاحقة. مساجد أقفلت، حياة غير السابقة التي كنا نألفها. هذه كلها ليست مانعة أن تعبد الله وأن تختلي بالله، بل هي محفزة وأكثر. فهذه ميزة أن تخلو بالله عز وجل، وأن تكثر وتحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات. رمضان في زمن كورونا يساعدك على أن تختم ختمات أكثر، وتقرأ القرآن بتمعن، وأن تراجع القرآن إن كنت حافظا للقرآن، والقراءات إن كنت من أصحاب القراءات. رمضان في زمن كورونا يساعدك على أن تجمع أسرتك وتصلي بهم القيام والتراويح جماعة، وأن تنشر في بيتك وتعطر أرجاء بيتك بالصلاة والذكر والقرآن. رمضان في زمن كورونا أن تجتمع بأصدقائك في السكنات وتصلي بهم، وتتدارس القرآن فيما بينكم، أو كل واحد على حدة. رمضان في زمن كورونا رسالة للتكافل الاجتماعي أكثر وأكثر. قال عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، دعوة للتكافل الاجتماعي بين الناس وتفقد الآخرين. هذا المحور الأول. وأنت أضف ما شيء إليه. رمضان في زمن كورونا ماذا يدعو إلى فضائل؟ أن تزد. المحور الثاني يا شباب، رمضان شهر الفتوحات والنصر. ليس المقصود بالفتوحات والنصر القتال والحروب، لا، ولكن كذلك النصر على الشيطان وعلى نفسك الأمارة بالسوء، من خلال ترك السلوكيات السيئة واكتساب الأخلاقيات الحميدة، ترك النزاع والبغضاء والشحناء بين الناس، تركها ونزعها من قلوب، فهذا نصر عظيم وفتح عظيم. كذلك ترك المجادلات والمناظرات العقيمة في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك والإنستغرام وغيرها. هذا قال وهو يقول وكذا، فلان وفلانة واوا، ترك هذه بحد ذاته نصر وفتح. تنتصر على نفسك وتنتصر على الشيطان، لا تترك له مجال. تنتصر كذلك في هذا الشهر على نفسك وعلى الشيطان من خلال ترك سب الناس وانتقادهم، والنظر إلى الذات، أن تنتظر إلى ذاتك، أن تنظر إلى ذاتك وتفتش في عيوبها. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما هزم هو وأصحابه، لم يقل بسبب فلان أو بسبب فلان، لم يقل بدهاء خالد بن الوليد، ولم يقل أن الرماة لم يسمعوا، ولكن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. أن تنتصر على نفسك في هذا الشهر المبارك، وأن تنتصر على الشيطان، هذا نصر عظيم. كذلك أن تكتسب الأخلاقيات الحميدة في هذا الشهر الكريم، أن تكتسب الوقار والحكمة، وتبعد نفسك ولسانك عن الناس وعن أعراض الناس وعن أخلاقيات الناس. وكذلك أن تكتسب سلوك مهم جدا، وهو أن تتذكر الموت، لأنه في زمن كورونا الإنسان بضاعة موت، في أي لحظة قالوا رحمه الله، فماذا أعددت؟ التواصي بالخير والتواصي باجتناب الشر في زمن كورونا، رمضان في زمن كورونا.
هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام القيام وسائر الأعمال.